يبقى في داخل الإنسان بصيص أمل في آخر النفق المظلم التي تشعل مصباح حياته لتنير دروب العودة لنفسه ولأسرته ومجتمعه. هنا يخبرنا سالم المتعافي من الإدمان بتلك المرحلة الضائعة، بدءا من اللحظات الزائفة التي زينتها الجرعات المخدرة وصولا إلى طلب العلاج. والله نصيحتي حق شباب تقريبا، أنا أقول لهم بما أني جرب تقريبا 27 سنة، أنا اليوم أحمد ربي أن الله سبحانه وتعالى ما أخذ أمانته ومت جرعة زايدة، ولا في ناس الحين مواد الجديدة ضربت مخها. أنا أنصح كل واحد شاب ولا شابة أنهم يروحون يحاولون يتعالجون. مركز علاج الإدمان هو مركز تأهيلي شامل يقدم برامج سلوكية ونفسية واجتماعية وعلاجية متقدمة، وإشراك المتعافين في العملية التأهيلية لتعزيز مفهوم مرحلة التعافي. نبتدئ من بداية من العملية العلاجية المباشرة حتى كل جميع البرامج العلاجية، من منزل منتصف طريق، رعاية مستمرة، العيادة الخارجية. الخدمات اللي نقدمها طبعا في خدمة اللي هو الأعراض الانسحابية، وفي خدمات اللي هو التأهيل الأولي والتأهيل المستمر اللي ممكن يستمر حتى حق 6 أشهر أو سنة كاملة بعد ما المريض يطلع من عندنا بالمركز. فالخدمات التأهيلية وظيفتها إنه مو بس إحنا نساعد المريض في إنه تنسحب الأعراض الانسحابية منه ومن هيئة طبية، ولكن أيضا تأهيله أن يكون عضو فعال في المجتمع. علاج الإدمان لا يعتمد فقط على إعطاء بدائل دوائية، على حد قول مدير مركز علاج الإدمان أن العلاجات الحديثة تتعامل مع المستقبلات العصبية وبالتحديد مع مادة الهيروين، بينما المواد المخدرة الأخرى تعتمد على منظومة التغير السلوكي. لا يوجد بديل علاجي للمواد المخدرة إلا في حالة الهيروين فقط، وهذا البديل هو البدائل الحديثة المستخدمة عندنا في مركز علاج الإدمان. هي ليست هيروين أو أوبييت مصنع مثل ما كانت الحالة في الميثادون سابقا، وإنما العلاجات الحديثة اليوم هي تتعامل مع المستقبلات العصبية اللي عند الشخص اللي يعاني من إدمان الهيروين ومشتقاته، على أنها تقلل الرغبة في تعاطي هذه المادة، فهي توقف عند هذا الحاح أو هذه الفكرة القهرية أني أنا أحتاج هذه المادة. لكبح جماح هذا السم القاتل يتم عبر مسارين أساسيين، الأول مكافحة العرض والطلب، والثاني بناء منظومة توعوية عصرية متكاملة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. مشاهدي الكرام، الحديث أكثر عن هذه الآفة اللي تسمم أبدان الشباب. تنضم إلينا في الاستوديو عضو لمركز غراس لمكافحة الإدمان واختصاصي نفسي ومدرب معتمد الأستاذة لطيفة الهدهود. صبحت الله بالخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. حياكم الله، يا هلا ومرحبا، سعيدة بهالاستضافة، نتشرف فيك. بداية أستاذة لطيفة، خلينا نتكلم، يعني إن شاء الله أول شيء تكون إجازتك زينة. الحمد لله، على سعيدة عليكم وعلى الجميع. الحمد لله رب العالمين علينا وعليك. أبرز الحملات التوعوية اللي صارت أو آخر الحملات التوعوية شنو هي؟ بالنسبة لقراس، الكل عارف بأنه هو مبادرة توعية مجتمعية، يعني هذه المبادرة تعتبر خلينا نقول غير ربحية، فقط لتوعية المجتمع والشباب في مخاطر المخدرات، وخلينا نقول نوصل لتمكين الشباب في الوعي أكثر، بحيث أن احنا يكون عندنا خلينا نقول جيل مثقف أكثر من هذه الناحية. بالذات في الفترة الأخيرة احنا يمكن العالم أصبح مفتوح والكل عارف هذا، يعني عارف هذا الطريق وعارف هذه الأمور، فصرنا نحتاج ان احنا نستخدم خلينا نقول اساليب تتماشى مع الجيل الحالي لتوصيل وتمكينهم من الوعي بطريقه توصلهم بطريقه يعني اقرب للفتره الحاليه اللي نعيشها، بالذات مع الانفتاح والامور اللي قاعده تصير. فكان من اخر البرامج التوعويه اللي احنا قمنا فيها اللي هو عندنا اللي هي دوره تثقيف الاقران، واللي هي شلون ان احنا نطلع المهارات او نبرز للشباب تمكينهم في استخدام المهارات الحياتيه اللي تساعدهم في التصدي او خلينا
خلينا نقول الانجراف نحو هذه الناحية، لأن الإدمان موضوع جدا يعني موضوع على قولتهم كبير، ولو نتكلم فيه بنتكلم عن أمور كثيرة. صحيح. يعني راح نتطرق فيها لأمور كثيرة يحتاجها يحتاجها خلينا نقول الشباب حاليا في الوقت الحالي. لما نشتغل على الإدمان ما قاعد نشتغل عليه مثل ما كنا نشتغل في يعني في الأوقات السابقة، كون إنه حتى كان مقتصر على استخدام أدوات معينة، طرق معينة. شو اللي تغير؟ خلينا نقول نوع الإدمان هذا هو قضية عالمية موجودة، ما تقتصر على فقط مجتمع معين. صحيح. ولكن هي موجودة في كل المجتمعات وفي كل العالم، وقد يكون قد تكون نسبتها في مجتمع معين أكثر من الآخر نظرا للظروف البيئية والأمور يعني الجغرافية وغيرها من هذه الأمور. لكن بالنسبة لنا لما نقول شنو تغير، تغير قد تكون فقط اللي هي أن احنا أصبحت الأمور مفتوحة أكثر، صار في وعي أكثر، صار في خلينا نقول قمنا نشوف الشيء نستبصر فيه أكثر، صار واضح، صار في عندنا استخدام لمواد كذلك يمكن صارت تأثيرها أقوى على الفرد أو على الشخص اللي قاعد يستخدم أو على المدمن نفسه. لكن الإدمان في النهاية هو يعني يعتبر إدمان، سواء كان إدمان على كحول، سواء كان على إدمان على مواد مخدرة، على أي كان هو إدمان. لما نتكلم عن شيء عشان تكون صورة أوضح عند المشاهدين، لما أنا أقول إدمان البعض يعتقد فقط هناك إدمان على المواد المخدرة، ولكن إحنا في حياتنا بشكل عام شنو هو الإدمان؟ هو مو شيء له علاقة فقط في التربية أو في أن هذا الشخص يكون قد يكون ما حصل على بيئة سوية قامت بتربيته بصورة معينة، لا. ولكن الإدمان الآن أصبح مرض، وإحنا كلنا عارفين بإحنا نتعامل معه على أنه هو اضطراب يحتاج لعلاج. جميل. عفوا أنت أسهبتي تبارك الرحمن. أي الأسئلة صارت وايد الحين. الإدمان المتعارف عليه احنا اللي نعرفه بشكل عام اللي هو الإدمان مخدرات الكحول، هذه الأشياء اللي دائما يعني المضرة أكثر من يعني طبعا. في ناس تدمن على الشكر، في ناس تدمن على القهوة، في ناس تدمن على البخور، في ناس تدمن كل واحد وحسب هوى. لكن نبي نعرف طرق العلاج، أو من ناحية أنت شلون تشوفين يعني هل لابد أن نتطور، هل إحنا تطورنا في يعني نقول مواجهة هذه الآفة عندنا هني بالكويت؟ أعتقد الحمد لله إحنا اليوم واصلين إلى مرحلة، سواء كان في مركز علاج الإدمان أو حتى في يعني خلينا نقول في المراكز الأخرى، قد يكون فيها نوع من التطور إذا بنقارنها في السابق. لكن قد ما يكون هذا التطور اللي يمكن الكل أو البعض يلاحظ إنه لا إحنا نحتاج بعد، أكيد إحنا نحتاج بعد زيادة إمكانيات، نحتاج لأمور كثيرة. لكن بعيد عن إن إحنا نشوفه فقط كمركز علاجي، في المرتبة الأولى نحتاج وعي مجتمعي أكثر، تقبل أكثر للمشكلة نفسها بأني أنا أعالجها من الأساس. طيب ما علي أقطع كلامك بس شوية دكتورة أستاذة، لما نقول وعي مجتمعي، إحنا في الكويت بشكل عام المجتمع رافض لفكرة المخدرات بشكل عام، نتكلم ونتكلم عن هذه الفئات القليلة اللي سواء كانت تتعاطاها أو ما شابه. هذه الرسائل التوعوية إحنا نتكلم عن مثل ما تفضلت توعية مجتمعية، معناتها إعلام، معناتها تربية، معناتها أسرة، لازم يكون في هناك وعي. إذن أنا كرب أسرة شلون أثبت أن هذا الطفل أو هذا الولد أو هذا الشاب أو هذا المراهق أو هذه البنت يكون عندها هناك بوادر إدمان على شنو ما كان مثل ما تفضلتي؟ تمام. عندنا أعراض وايد تكون واضحة عند الأهل إذا كانوا هم متابعين عيالهم وعارفين مثلا سلوكيات معينة تصدر منهم بصورة سوية طبيعية، نبدأ نلاحظ الاختلاف أو السويتش اللي يصير عندنا، النقلة اللي تصير، تبدأ العزلة الاجتماعية، يبدأ طلب الـ خلينا نقول المبالغ المادية بصورة يعني مستمرة ومبالغ فيها. رقم اثنين، إذا كان طالب راح نلاحظ فيه عندنا دروب أو انخفاض في المستوى التحصيلي الدراسي. هذه الأمور كلها تعطيني يعني إشارات واضحة وعلامات واضحة. قد يكون عندنا تغيير، تبدأ بالسلوكيات، نبدأ نلاحظ عاد النوم يبدأ يتغير، تبدأ هناك اضطرابات في النوم، يبدأ دخول خلينا نقول علاقات وصداقات جديدة عند عيالهم يكونون هم مو متعودين عليهم، أو فئة هم مو متعارفين عليها كعائلة أو كأهل، عارفين إن هذيل مو مثلا الربع اللي متعودين عيالنا يمشون معاهم أو يروحون معاهم. في أحد دخل على الخط وبدت تبدأ هذه التغييرات تصير واضحة. يعني في أمور جدا الآن أصبح هذا الموضوع واضح جدا. لكن لما أقصد قبل شوي في الوعي، عندنا لما إحنا نطيح في المشكلة، عندنا مشكلة بأن إحنا
ما نسعى إلى الطرق الصحيحة للعلاج. يعني إحنا دائما نقول أن الشخص المدمن عشان يوصل إلى مرحلة التعافي إيداع، يحتاج إلى إيداع داخل المركز. أنتوا عارفين النظرة المجتمعية، ما نخفي بأن البعض يقول لك لا أنا ما أقدر أودي مركز، ما أقدر أدخل المركز. يعني هناك يعني أمور يعني النظرة المجتمعية ولا ولدي يطيب. بالضبط بالضبط. وهذا واقعيا هذا اللي إحنا نعاني منه. لذلك إحنا نقول لا ننطر لما تصير المشكلة العودة وبعدين نتحسف ونقول يا ليتنا دخلنا وسوينا وعطينا. هذه التوعية اللي أقصد إحنا نحتاجها اليوم، وهو يعتبر كمرض، يعني مرض يحتاج إلى علاج. طبعاً جميل. بداية يقدر يتعالج وممكن إنه ما ينتكس بعد فترة، أم إنه بعد يعني إحنا نقول مثل ما ذكرتي حضرتك إنه في بعض الناس مثلاً يقول لك والله نظرة مجتمعية ويتأخر ويتأخر ويتأخر، خلاص شو دنا الولد أو البنت يعني خلاص صار بدمه، صارت بدمه السالفة. في البداية لو يجيب المركز أو إنه يجيب على أساس يعالجه ممكن تكون سرعة علاجه أسرع، وممكن إنه ما ينتكس بعد فترة، ولا حالة حال المدمن اللي خلاص صار وياه فترة طويلة. الانتكاسة واردة في جميع الأمراض النفسية مش فقط في الإدمان. ها يعني هو الحين مرض نفسي ولا أساسا نفسي بعدين اتجاه؟ هو يعتبر مرض نفسي، وهذا اللي قبل شوي كنا قاعدين نتناقش فيه، أن الشخص المدمن قبل لا يوصل إلى مرحلة الإدمان وهو شخص من الأساس يكون عنده مشكلات نفسية، لكن غير يعني غير مرئية غير ملحوظة. يمكن تكون عنده سلوكيات، ممكن يكون عنده تصرفات، لكن الأهل أو أحيانا حتى الشخص نفسه تكون هذه السلوكيات أو هذه المشكلات السلوكية النفسية هي أن تعطي استعداد لاحتمالية هو يكون عنده دخول في مرحلة الإدمان بصورة أسرع. يعني يكون بيئة صالحة أيوة حق إنه يعني هو بسرعة تكون بيئة خصبة إنه هو بسرعة ممكن يتعرض إلى الانجراف، إلى مثلا عدم القدرة على مقاومة الرغبات عند الشخص أو عند الفرد للوصول إلى مرحلة الراحة واللذة. هي هذه مشكلتنا الإدمان، هو شنو؟ عدم قدرة الشخص أو سيطرته على خلينا نقول عمل الكنترول اللازم على هذه الرغبة الملحة عنده في الوصول إلى منطقة الراحة أو اللذة لما يستخدم المادة المخدرة. طيب هل في يعني لما تفضلتي حضرتك قلتي إن هي مشكلة نفسية، ألا يتدخل أيضا اللخبطة الكيميائية في الجسم أيضا؟ يعني هذا طبعاً. هل الأثنين يحتاجون علاج، وهل كل علاج مختلف عن الثاني؟ طبعا. لذلك إحنا لما يقولوا لنا مثلا هل في أدوية تعطى للشخص المدمن أو اللي في أثناء مرحلة التعافي أو العلاج، إحنا نقول إحنا ننظر إلى المشكلة الأساسية النفسية اللي أدت لوصول الشخص إلى أنه يكون شخص مدمن ويلجأ إلى تعاطي المخدرات، لأن هناك مشكلة أساسية قبل أن نوصل إلى مرحلة. يعني لازم أعالج المشكلة الأساسية اللي هي نفسيا. بالضبط. ومن ثم أساسها راح يتعالج باقي السلوك. ومرحلة العلاج تأخذ على الأقل 6 شهور. بعدها هناك مرحلة تأهيل، وهي المرحلة الأهم. يعني تعرض نفس ما ذكرت قبل شوي تسأل عن الانتكاسة، هل هو راح يتعرض لانتكاسة؟ وارد التعرض للانتكاسة في أشخاص تعافوا لمدة 15-16 سنة، وممكن يصير عندي حدوث انتكاسة. اللي هي عوارض الانسحاب يعني مثلا العوارض الانسحابية مختلفة تماما، واللي هي تظهر في فترة بداية فترة العلاج نتيجة لانسحاب المادة من الجسم. الانتكاسة ممكن تحدث بعد فترة من تعافي أو وصول الفرد إلى مرحلة من التعافي، وبعدها تحدث ممكن عند الانتكاسة. واللي يستغرب من البعض أنه ممكن يصير انتكاسة بعد فترة مثلا زمنية طويلة عمرها 15 أو 16 سنة. إيه نعم، في ممكن انتكاسات تحدث، ولكن إذا احنا عندنا دائما نقول ان الشخص المدمن يحتاج الى وجوده داخل هذا البرنامج التأهيلي طوال فتره حياته، لان دائما المجموعه الداعمه الموجوده عنده تساعده في ان حتى اثناء حدوث الانتكاسه شلون احنا ممكن نرجع ونطلع مره ثانيه منها. افضل طريقه اني اواجه فيها المتعاطي نقول، او أول خطوة أقدر أقدم فيها المساعدة له شنو؟ تمام. أول شيء إحنا لازم نتقبل إن أنا عندي شخص متعاطي أو مدمن أو صعبة يعني شوي. لازم نتقبل، لأن أول مراحل التعافي حتى عند الشخص المدمن اللي هي عدم الإنكار والاعتراف بأنه هو يعاني من مشكلة.
وهذه مشكله العلاج والرغبه في انه يتعافى، لان احنا يعني هو المرض الوحيد اللي اذا ما راح على قولتهم هو من نفسه وبريله وكان عنده الرغبه الملحه في انه هو يتخلص من هذا الوضع، ما حد راح يقدر يساعده الا في حاله معينه. اذا كانوا الاهل شفناه وصل الى مرحله دائما يعني احنا نقول اخذه من ايده وودي له اسوي له ايداع، انا ممكن اخسر حياته، ممكن هو يخسر حياته، ممكن نوصل الى مراحل معينه يعني بعدين راح يصير فيها عنف ومشكلات وجرائم وامور احنا قاعد نعيشها واقعيا قاعد تصير. هذا صح يعني استاذه في عندك نوعين من الاهل، يعني في الاهل اللي واعين مثل ما تفضلتي، اذا في البدايه كان في هناك بوادر وملامح واشارات ممكن الواحد يستشف منها ان هذا الولد او هذه البنت هناك في تغيير في حياتهم وقد يكون تعاطي المخدرات. طيب عندنا نوعين من الاهل، الاهل اللي واعين ويعرفون هذا شنو، والاهل اللي ما عندهم هذا الوعي والفكره عشان يستوعبون شنو هذا الطفل قاعد يمر فيه. مثل ما قلت راح يكون في هناك عنف، راح يكون في هناك يعني شحنه من الطاقه السلبيه في البيت بسبب المشاحنات. عشان هذه الامور صار في عندنا برنامج تثقيف في الاقران اللي هو ومثقفين اقران واسر الاقران كذلك في القراس. هذا البرنامج هو برنامج توعوي ضم فئه من الشباب تقريبا اللي تتراوح اعمارهم ما بين 18 الى 28 واقل كذلك. كان في يعني في قبول الحمد لله على هذا البرنامج التثقيفي، بحيث احنا نعطيهم المهارات اللازمه للشباب مثل ما قلنا في البدايه، ومن ثم اصبح هناك كذلك برنامج اخر للاسر لأسر الشباب شلون يتعاملون وشلون يكتشفون وجود الشخص المدمن داخل البيت عندهم. طيب تقلت المشكلة الأساسية للمدمن نفسية. إذا لو تكرمت يعني في أشياء معينة أنا أشوفها بالطفل أو أشوفها بالولد أو أشوفها بالمراهق على أساس أن أعرف أن هذا عنده مشكلة نفسية؟ طبعا أكيد تبدأ سلوكيات تكون جدا ظاهرة وواضحة جدا. إحنا دائما نقول خبرات الطفولة السابقة وايد مؤثرة، بالذات إحنا في فترة المراهقة نشوف الاندفاعية، نشوف عندنا سرعة في اتخاذ القرار، عدم القدرة على مثلا هذا طبيعي. الانتظار في أحيانا يكون طبيعي ولا غير طبيعي؟ في طبيعي بالنسبة لخصائص المرحلة العمرية، لكن راح تلاحظ أن في شخص مثلا من عيالك بعيد الشر عنهم، ولكن احنا نشوف ان في واحد لا في درجه جدا عاليه ملحوظه، تكون جدا ملحوظه، ما عنده هذه القدره مثلا على الضبط، ما عنده قدره على السيطره، رغباته دائما ملحه، يعني يا ابي هالشيء الحين نفس ما نقول، يا ان ممكن تصير رده الفعل عنيفه لا جدا. والله العظيم هذه انا هذا مرضى فيها، احنا لازم نحتوي. لا ما يخالف، بس انا شفتي هذه النقطه، يعني احنا حتى قبل من عمرنا الابو او الام هما على قولتهم يعني اسياد البيت. اذا قال ولد ابي قالوا لا، ولا على قولتك يلح يلح لا لازم اخذ، لا ياخذ كم لسبه خيزرانه على كم طراق على فعلا ربينا على هالشيء الحمد لله رب العالمين، ما حد فينا تعقد، بس دراسات الحين كلها من لجست الياهل تعقد، قلت له لا تطلع تعقد. الاجيال اختلفت، الاجيال اختلفت اختلفت، انت من جيل الى اخر، انا ما اقدر يعني احنا تربينا على طريقه مثلا مو نفس اللي هم اهلنا تربوا عليها، فانت الاختلاف هذا وارد وطبيعي ولازم يصير. فاحنا ما نقدر، انت ما تقدر الان وسط هذا الانفتاح والتكنولوجيا والعالم اللي بسرعه وكل شيء مفتوح، عيالنا كل شيء فيه بين يدينهم، اعطيهم واوفر لهم، لكن في نفس الوقت ما يفرض هو رايه علي، انا هذا اللي اقصده. فرض الراي، وهذه النقطه اللي تصير فيها الاختلاف عند الاهل وعند المراهق ولا عند الشاب ولا عند العيال بالذات، نقطه الالتقاء هذه بين الاهل، بين فكر الاهل وفكره هو كشخص مراهق ولا قاعد يمر في مرحله عمريه معينه. الحين انت شنو بتخش عنه؟ كل شيء بين ايده. حلو. ما في شيء مو عنده. جميل. ما في شيء هو ما يعرفه، بالعكس احنا عيالنا يعني اللي عليهم صاروا يعرفون الاشياء اكثر من اللي احنا نعرفها، فصاروا وهم منفتحين. زين انا عشان اماشي عشان اصير، انا دائما اقول خله حتى اذا غلط يرد لك انت. لان اذا رد لك انت راح تواجهه. صح. الوجهه الصحيحه، احسن ما يغلط ويروح برا وما ندري وين يتوجه. صح.
صح. وهذه هي النقطة، احنا ما قاعد نتقبل كل الأمور اللي قاعد تطلع الجديدة، أو مثلا احنا كأهل في عندنا مثلا في التربية في طرق معينة للتربية احنا يمكن على قولتهم ما تعجب البعض، أو ما الأهل ما يبون يتقبل بالضبط ما نتقبلها مثلا كأجيال سابقة حق عيالنا. لكن بشكل عام أنت الآن مضطر أن أنت تحتوي وتحاور وتناقش وتوصل حق المرحلة الفكرية اللي هم فيها. معاك، أنا معاك في كل اللي قلتيه، لكن أنا راح توصل مجرد نقطة، يعني نقطة وايد مهمة أنا أشوفها، يمكن شفتها يعني حتى لو في بعض الأحيان نشوفها في مجمعات، نشوفها بالشارع، نشوفها في أماكن كثيرة، اللي هي فرض الطفل أو المراهق يعني كلمته على أمه وأبوه، يا تسووا لي يا أنحاش، يا تسووا لي يا أبكي، يا واحد من الأمور اللي إذا لاحظتها معناته أن أنت عندك طفل ممكن ينشأ عنده سلوكيات غير سوية أو أشياء لي قدام نفسية. وهذا شلون أتعامل وياه؟ هذا المفروض أني أقمعه؟ لا ما تقمعه. ليش؟ لا ما تقمعه. أنت إحنا قبل شوي نقول أنت لازم تحتوي شوية، تأخذ صوبك عشان تقدر بعدين تحكم عليه، أو تقدر تخليه تتبعك أنت بدال لا أنت صرت تتبع الأشياء اللي هو يبيها. أنا دائما أقول مشكلتنا نبي نعطي بس أوبشن واحد حق هالمرحلة العمرية، وهم ما يبون كذي. أنت لازم تكون عندك بعد ذكاء على قولتهم يعني في التعامل معاهم، لان إيه انت لازم تصير ذكي معاه، لان ما راح توصل لحل، راح نوصل اخر شيء لطريق مسدود واحنا ما نبي هذا. لحظه خليني اوضح ان شاء الله، يعني اكيد يمكن استنكار بسعود لمثل هذه التصرفات من الاطفال، الحمد لله ولله الحمد بيتهم عيالك بسم الله عليهم بسعود، يعني ما عليهم الحمد لله. فهذا في حال صار هذا التنمر وهذا التمرد، تلاحظ في تغير في سلوك الطفل، هني تتخذ معاه هذه. بس انا مو مع بسعود، لا هذا اللي بقوله من ناحيه نظر الدكتورة. فعلا من ناحية نظر الدكتورة، إذا كان هذا الطفل أساسا متمرد ويعاند، معناته أن هذا بيئة خصبة لأنه يميل لمثل هذه السلوكيات السلبية. فالحمد لله أبو سعود، الحمد لله أطمئن. بس أبو سعود غلط، مو قادرة، لا خيزرانة، هي خيزرانة خلاص. أنا النكتة، أنا ما يعني شوف، أنا ما بقول غلط ولا صح ولا منو فينا الصح ولا منو فينا الأصح، ولكن أنا دائما عندي تنمر الأطفال، مو تنمر، إنه بيفرض رأيه على أمه وأبوه، لا مو بكيفك تفرض رأيه. أنا عندي هذه وجهة النظر، يعني ما يخالف هي أكلمه بالطيب باللين أتفاهم وياه وإلى آخره، لكن في بعض الأحيان لا يطلع الأبو من طوره، فلازم عاد الأبو هني لازم شو يسوي؟ يشتغل على نفسه عشان يصير عنده إدارة. انا اشتغل على نفسي عشان هو ولدك. استاذه لطيفه خلت طلعنا وايد. نبي رحله مواجهه افه المخدرات، وين تبدي المواجهه؟ اعتقد مثل ما قلت لك قبل شوي، هي موجوده في كل مكان، يعني هي اصبحت ظاهره. ابدي وين منها؟ وين تبدي من المواجهة؟ عندك من البيت. احنا دائما نقول البيئة شلون تعطينا البروتكت، دائما نفس ما قلنا قبل شوي، الحين الحياة صارت وايد مفتوحة، عيالنا صار عندهم اطلاع على كثير من الأمور، دائما يجينا وايد هذه الاستفسارات. لطيفة أنا شلون أقدر أحمي؟ شلون أقدر أقول لهم أنت أول بيئة يطلع لها من البيت يروح المدرسة، فأنت في المدرسة معناته هو قاعد يحتك ويختلط في ناس وفي أشخاص في مجتمع مختلف تماما عن اللي احنا ربينا عليه. احنا شلون نقدر نعطيهم هذا البروتكت؟ انا اعطيه كل مقومات الحمايه، اعلمه شلون يتعامل مع المجتمع الخارجي، اعطيه البروتكت اللي يحمي فيه نفسه واطلعه، اعطيه شلون طرق الوقايه انه هو ما ينجرف بسرعه وراء الاشياء، ولازم اعلمه واكون صريح معه وانا اعلمه. وانا اربي وايد افتح مع عيالي في التربيه، لان احنا الحين محتاجين نفتح في هذه الامور، لان كل شيء اصبح بين يدهم ومفتوح وسهل الوصول حقه. فوايد مهم ان انا لما يوم اجي اعلمه، اذا قبل في أمور نتحفظ عليها أحياناً، مثلاً نقول نخاف إنه هو يعرف هالشيء، مثلاً الحين ما بيفتح عينه مثلاً على مثلاً مواضيع المخدرات أو غيره، الحين لا، الحين أصبح هو عارف عنها، سواء أنت قلت له إياها أو ما قلتها هي موجودة، الميديا موجود، الإلكترونيات موجودة بين إيدهم، وسائل التواصل اللي موجودة، الإنترنت، كل شيء موجود، فهو يقدر. هذا الشيء بالعكس إحنا أصبحنا نقول خليه يوعي قبل لا يصير، يعني قبل لا يسمع، لازم تهيئه قبل لا يصير هذا الشيء، بحيث أن
لأنه هو إذا شافه برا يكون عارف عنه، عنده معلومة سابقة، مو أي حد يقول له مثلا تعال جرب ولا سوه بسرعة ينجرف. فهو يحتاج إلى مهارات حياتية معينة عشان يقدر يقاوم فيها هذه الأشياء اللي قاعد تصير. يعطيك ألف عافية أستاذة ومدربة طبعا معتمدة لطيفة الهدهود، عضو في جمعية غراس واختصاصي نفسي. شكرا لك على هذه التوضيحات للسادة المشاهدين. مسعود عندك شيء تبي تقوله؟ لا لا، مشكورة أستاذة لطيفة وتشرفنا بوجودك وتعلمنا منك الكثير. شكرا جزيلا.